ومتابعة معنا من واشنطن مراسلنا أنس الصبار، كما تنضم إلينا مباشرة من العاصمة الروسية موسكو الزميلة منى أبو دياب. أبدأ معك أنس، 40 مليار دولار هي أضخم ربما مساعدة عسكرية يقدمها الكونغرس الأمريكي في السنوات الأخيرة، ستصل إلى القوات العسكرية الأوكرانية. كيف يمكن قراءة ذلك وأيضا الرد الأمريكي على اتهامات كل من لافروف وميدفيديف لواشنطن؟ التفسير الأمريكي لهذه المساعدات يأتي في سياقين، الأول في السياق الرسمي وتتحدث فيه الولايات المتحدة بالبيت الأبيض والبنتاغون وكذلك وزارة الخارجية عن أن هذه المساعدات التي ستقدم لأوكرانيا ستكون نجاحا استراتيجيا لواشنطن على المدى البعيد في الدفاع عن حلفائها في القارة الأوروبية وبالتالي الدفاع عن الولايات المتحدة عن بعد. أما في الداخل الأمريكي في وقت ترتفع فيه معدلات التضخم والأسعار وهناك الكثير من المشاكل الاقتصادية المتوقع ظهورها خلال الفترة المقبلة بفعل الأزمة الأوكرانية وكذلك جائحة كورونا، فإن التفسير الساري شعبيا هو أن أوكرانيا بلد ديمقراطي وأن الولايات المتحدة تحاول أن تحافظ على الديمقراطية هناك كما فعل الرئيس بايدن وكذلك الكونغرس عندما أعادوا إحياء قانون الإعارة والتأجير لتقديم عتاد وأسلحة أكثر لأوكرانيا بطرق أقل بيروقراطية وبإجراءات أقل وبسرعة أكبر. هذه المساعدات الأمريكية كانت في الماضي توجه إلى دول مختلفة، لكن هذه المرة يعتقد الأمريكيون على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي أن مواجهة روسيا أصبحت ضرورية، ويعتقد كذلك لويد أوستن وزير الدفاع الذي الآن يدلي بشهادة أمام لجنة المخصصات في مجلس النواب بأن الحرب الروسية على أوكرانيا والأزمة في أوكرانيا ستستمر لوقت طويل، وبالتالي فإن على الولايات المتحدة أن تواصل إمداد حلفائها وشركائها أوكرانيا بالسلاح حتى لا يتمدد الخطر الروسي على حد تعبيره. ما يأتي في سياق الرد على التصريحات الروسية، كنا قد استمعنا إليه في مناسبات عدة، بالأمس تحدثنا إلى مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية وهم يحاولون أن يضحدوا ما يصفونه بالادعاءات الروسية بأن الولايات المتحدة تخوض حرب بالوكالة. يقول الأمريكيون إنهم يدعمون الأوكرانيين لأنهم يعتقدون بأن هناك ضرورة للحفاظ على المبادئ الأساسية للسلم والأمن الدوليين، ويعتقدون بأنه في حال عدم منع روسيا من مواصلة عملياتها العسكرية في أوكرانيا فإن هذا الأمر سيفتح الباب لدول أخرى كبرى للتدخل في شؤون دول صغرى، ووفق تعبير مسؤول في وزارة الخارجية التحرش بالدول الصغرى والاستيلاء على أراضيها، وهم يحاولون منع ذلك. في هذا إشارة لدول أخرى، للمنافس الأول للولايات المتحدة وفق تقييم الحكومة الأمريكية الصين، وبالتالي فإن الولايات المتحدة حتى الآن ما تزال مقتنعة وتقول بأنها ستقدم المساعدة لأوكرانيا وأنها لا تخوض الحرب بالوكالة عن أوكرانيا بل تساعد حليفتها وتحافظ على الديمقراطية في أقصى الشرق الأوروبي. من وضوح هذه الخطة وهذا الدعم العسكري الضخم الأمريكي للقوات الأوكرانية وأيضا الموقف الأمريكي مما قاله لافروف بأن هنالك تقويض للأمن في أوروبا من قبل الغرب ووجه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة، وما قاله ميدفيديف بأنها حرب بالوكالة وحرب للقضاء على روسيا. نعم روبير، يمكن بالإجمال تلخيص الموقف الروسي أنه إصرار دائم منذ بداية هذه الأزمة على موقف روسيا أن ما يحدث هو ليس حربا بين روسيا وأوكرانيا بل هو مخطط غربي بقيادة أمريكية لحرب ضد روسيا ولتقليص دور روسيا ولتقليص موقفها ولتقليص دورها في المجتمع الدولي وتأثيرها الاقتصادي. ويمكن إجمال كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين الروس في هذه النقطة تحديدا. آخر التصريحات كما ذكرت كانت نسبت لنائب رئيس مجلس الأمن القومي دمتري ميدفيديف الذي قال أن هذه المساعدات الأخيرة التي أقرت من قبل الكونغرس الأمريكي والتي بلغت 40 مليار دولار، واستهجن المسؤول الروسي قال أنها أتت أكبر من الرقم الذي كان الرئيس الأمريكي بنفسه قد طالب به، وقال أن في ذلك إشارة إلى أن واشنطن مصرة على تدمير روسيا وعلى شن هذه الحرب الوكالة ضد روسيا تحت
شعارات حماية الديمقراطية وحماية حلفائها، إلا أن في تصريحات ميدفيديف كان هناك هجوما روسيا ضد واشنطن وتحذيرات بأن كل هذه السياسة سوف ترتد عكسيا على المجتمع الأمريكي وعلى الغرب بشكل عام، وأن الاقتصاد الأمريكي هو سيدفع الثمن أولا، وعن أن على الأمريكيين أن يدركوا أن كل ما تشهده السوق الأمريكي من ارتفاعات في الأسعار وارتفاعات في أسعار الوقود إنما يجب لوم القيادة الأمريكية بنفسها وليست روسيا، على وأن الهدف الأساسي هو تشويه سمعة روسيا وموقعها كدولة رائدة في المجتمع الدولي. بالحديث على تشويه التحذيرات الروسية من مساعي الغربية لتشويه مكانة روسيا، هناك ملف سوف يتصاعد برأيي خلال الأيام المقبلة وهو ملف الغاز الروسي، الذي أقرت ألمانيا اليوم بأن إمدادات الغاز الروسي قد تقلصت اليوم بنسبة 25%، أي الغاز الروسي وصل اليوم إلى ألمانيا بنسبة أقل 25% مقارنة بيوم الأمس، وذلك في أعقاب قرار الأوكراني بوقف مرور الغاز الروسي عبر أراضيها بحجة أن هناك مخاطر أمنية بسبب ما تقوم به القوات الروسية من أفعال، ولكن شركة غاز بروم قالت أن ليس لديها أي معلومات تشير إلى أن هناك مخاطر أمنية وأن هناك لا مخاطر لاستمرار تدفق الغاز الروسي بنفس الوتيرة، وأن روسيا لا تزال الضامن الأساسي وضامن الأساسي للأمن الوقود في العالم. كان هناك أيضا تحركات سياسية قبل قليل في وزارة الخارجية الروسية في موسكو، حيث قد تم استدعاء السفير البولندي على خلفية الهجوم الذي تعرض له السفير الروسي في بولندا في 9 مايو حين الاحتفال في ذكرى الحرب العالمية الثانية، حين تم إلقاء سائل أحمر على وجهه وهو يضع وقال الخارجية الروسية طالبت باعتذار رسمي من بولندا وتفسيرا لهذا الموقف. ولكن كان هناك، دعني أكمل روبير آخر، كان هناك اجتماع بين نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الأمريكي استمر ل 15 دقيقة، وقيل أنه تناول بحث على العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو. نعم، مباشرة من موسكو الزميلة منى أبو دياب، ومباشرة من واشنطن الزميل أنس الصبار، وكل هذه المتابعة.